وترجع من جديد لمنصور الحربي. منصور منصور يوزع جول 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 فعلى معتز الموسى. الفرقة الأهلوية واقعية، الفرقة الأهلوية بأجمل رأسية. قلعة الكؤوس مشاهدينا الكرام لا تعترف إلا بالفوز. معتز الموسى بكتيبة أهلوية بدون هزيمة كروية. شوف الكرة، هات الصورة، يسارية منصور أمام كل الحضور. معتز الموسى يفرح كل الجمهور الأهلاوي برأسية مثالية. الأهلي أهل الانتصار باختلاف المشوار، أهلي أكبر المواعيد. الليلة يبدأ الاحتفال بالعيد، رائعة الرأسية في وقت بديل، والفرحة الأهلاوية مع المدرب الصربي ألكسندر إليتش. منصور الحربي يشن الحرب على الجيش أن يعدل النتيجة عن طريق أندرسون. إذن 1-1 تنتهي هذه المباراة في ذهاب الدورة 16 لدوري أبطال آسيا بتعادل إيجابي لفريق